جينا اليوم بوقفة سلمية احتجاجية على حالنا وعلى وضعنا اللي راح مزري من كل النواحي، لا في لا فلاح لا ولا مربي ولا منتج ولا معناها ما عادش عندنا حقوق فهالبلاد هذه، وما عادش حتى كي نصوروا الانتاج ما عادش يتروج. اربع من الناس تعيش كمعامل وكناس يعني لوبيات تتصرف في الفلاحه لا اكثر ولا اقل، والفلاح مات. والامن لو كان في بلاصه اللي اليوم يضرب في الفلاحه مشى يضرب في الجبال في الحلوف يقتل فيه لكان يلقاه هو الخبز نتاعها، اما احنا قويناها بالقمح نتاعنا وبالزيت نتاعنا وبالعلوش نتاعنا وبالطماطم نتاعنا، صبحوا اليوم يضربوا فينا قدام اتحادنا. علاش الفلاح والفلاحة في قبل؟ علاش مش واسعين؟ علاش تعطوا للسياحة والفلاحة هي اللي قاعدة تدعم في الدولة، هي اللي قاعدة توكل في الدولة مكبتينا عليه؟ علاه واصلين للدرجة هذه احنا؟ راهي الفلاحة هي أساس تونس، هي العمود الفقري بتاع تونس. تشطيب الديون كاملة نتاع الفلاح، هذا أول حاجة، أول مبدأ. تخفيض اسعار المحروقات، تخفيض اسعار المواد الكيميائيه للفلاح، المواد الاساسيه. الفلاح فهمتي ينتج الحليب ما يلقاش لا مجامع لا يلقى حتى شيء، فهمتي يصبوا طول في الواد. القمح نبيعوا فيها، القمح نبيعوا فيه ارخص ارخص من اللي نشروا فيه، فهمتي ننجوا للواحد وقابلوه للدوله ولكن ناخذوه باسعار مشتة. عندك في تربيه الماشيه وخاصه بالنسبه للعلوش السنة، عندك ولايه القصرين الكاف سليانه جندوبه، نجم نقول لك نعيدوا ثلاثه دول، نحن نعيدوا لتونس والجزائر وليبيا. تبقينا هنا يحبوا يمشوا الفلاح يجيبوا له يصدروا يجيبوا العلوش، يجيبوا العلوش وعلاش باش يكسروا الفلاح. وقع علينا في التعاضديات تحيلات 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 في العقود، نحبوا تحقيق جدري، فهمت؟ ما يباع قبل الثوره، ولكن الدوسيات اللي رقدت عليها الامن والدوله نحبوها تتحل. دوسيات التعاضد ودوسيات الاراضي الدوليه ودوسيات فهمتي سرقه الاراضي الفلاحيه باسم النضال وبرق 300. اليوم ملكونا ديارنا، ملكونا عرضنا، ملكونا بقرنا، وزادوا نحن نقولوا هم اللي بعثوا لنا السارق، لان نحن اليوم جينا ندافعوا على التوانسه وعلى توفير الامن الغذائي في تونس. ما راعنا كانت صدانا البوليس ولد الفلاح. اما ما دام تصدى حكايه ثم حاجه يلزم يفسرها لنا هو من اعلى سلطه. يوم 23 مايو اليوم مقصوص علينا الماء، فهمتوا؟ نلموا الفلوس نخلص فاتوراتنا مريقله مخلصه، لكن يجي يقول لك ستيك ما عندنا مشي نخلص الفلوس، ما فهمناش وين ماشي، الله اعلم به، فهمت؟ والهوش قاعد للعطش، معناها المرات اللي تهز بدونها فهمتي في 5-6 كيلومتر على ظهرها باش تمليها، فهمتي؟ من الحنفيه، الحنفيه نتاع واحد بالفلوس هذا كيف خلصوا بالفلوس، الكاميون يكرو فيه ب 8 ب 10000 فرنك باش يجيبوا الزبادي الماء، فهمت؟ معناها امورنا تعبه، الاراضي الدوليه دايره بينا على المربى ونسكن في وسط، عطينا تجمع سكني، فهمتني؟ وعدونا بتفكيك الاراضي. الاراضي صبحوا عاطين المستثمرين، المستثمرين مش خادمين، فهمتني؟ لا دخلوا خدام، عندهم كراس شروط، مش مدخلين حتى الخدام، قاعدين يبنوا بها في القصور في تونس وقاعدين يرجلوا بها في ارواحهم والشعب ميت، فهمت؟ معناها حالتنا تعبه لقصة درجه لقصة درجه، فهمت؟ ما لقيناش حتى يد مساعده من عند واحد، شكينا عملنا المطالب جرينا وعملوا زوز اجتماعات ما ثمنا شيء، فهمتي؟ كما البلاطوات كنا كل حديث. العهد اللي كنا نعيشوا فيه في وقت سي الزين نعيشوا فيه تو. تدخل المركز يقول لك اخرج اخرج، هاون السارق يقول لك احنا تو نتخلصوا منه، ليش تنعدد قضيه ولا حاكموه ولا عملوا له حتى شيء، دخلوه على باب خرجوه على خوخه.
طالب محاسبه السراق وقصان المضره هذه وقصان الظلم والاستبداد، الاستبداد قاعدين يعيشوا فيه. جينا هنا مش نوفوا وقفه معناها في الفتيحات شدونا بدو يضربوا فينا، ولاد ولاد يضربوا فينا. واخزر الحاله اللي سايره فينا، عاد الواحد عايشين فيها نحن، ولادي حرقت الايطالي حتى انا نهز عزوز ونحرق الايطالي.